كريما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كما انتجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى ورحمة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي
لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترى فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي يا من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالحون بعد صالح وصادقون بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله
أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ أين حاصد فروع الغي والشقاق؟ أين طامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حبائل الحبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد العتاة والمردة؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى. يا ابن السعادة المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطائب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الحجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن طه والمحكمات، يا ابن ياسين، يا ابن ياسين والذاريات، يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شعري أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تكلك أو ثرى؟ أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا. بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى،
بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجازى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى. إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معينين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا. هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى. هل يتصل يومنا منك بغده فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى. متى يا ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا، وأبرت العتاة وجحدة الحق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغث يا غياث المغيثين، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى. وأره سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك، المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها لأمدها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق، وأدحض به الباطل، وأدل به أولياءك، واذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إليه،
والاجتهاد والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته، وامن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Brothers and sisters, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak to you all. We will begin Salatul Eid, inshaAllah. We will perform Salatul Eid Furada, so everyone will perform it on their own, and they would basically have to recite their Fatiha and recite any surah. It does not have to be a specific surah. However, I will be reciting Surah Al-A'la in the first rak'ah, and I will be reciting Surah Al-Shams in the second rak'ah. As far as the qunut, you can say anything in your qunut. It's recommended though to recite the usual qunut that we recite, Allahumma ahl al-kibriya'i wal-azama. I will be reciting that 5 times in the first rak'ah and 4 times in the second rak'ah. Inshallah, so you'll be reciting everything, and your niyyah, your intention is that this is furada, as Salatul Eid can be performed in the method of furada on an individual method in the time of Al-Ghayba Al-Kubra, the occultation of our 12th Imam. So it is permissible to recite it. It is recommended to recite it on your own if you are unable to recite it in the Jama'ah method. What you will do is just follow along. So you're really not praying behind me as your Imam, rather as following along, but you are reciting everything yourself and you are intending that this is Furada again. This is Furada. As soon as we are done with the Salah, I will have, inshallah, a short lecture to address this occasion, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As-salah, as-salah, as-salah. Allahu Akbar. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا
ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر، بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر.
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله. بسم الله وبالله. الأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع وهو الجواد الواسع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وسلم تسليمًا كثيرًا. Brothers and sisters in Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك to you all. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless you all with the best of blessings on this joyous day, and to bless all of the mu'mineen and mu'minat, all believers throughout the globe. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Servants of Allah, I remind myself and remind you all to be conscious, to be wary, and to be pious of Allah, exalted and glorified. Allah subhanahu wa ta'ala says in His holy book, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. My Lord, inspire me to give thanks for your blessings with which you have blessed me and my parents, and that I may do righteous deeds which please you, and admit me by your mercy among your righteous servants. Our beloved and mighty Lord, the one who has bestowed countless blessings upon his servants and upon all his creations, is worthy, is deserving our thankfulness and of our gratitude. Offering gratitude and thankfulness towards our beloved and mighty Lord can be done on three levels. Level number one is to acknowledge the favors of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. In Al-Kulayni, our great Shaykh Al-Kulayni reports in his book Al-Kafi
that our Imam al-Sadiq alayhi salam had said. He says, من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أدى شكرها. He whom Allah favors with the bestowal of a bounty and who then acknowledges it within his heart has verily conveyed true thanks for it. This is the first level of gratitude, is to acknowledge within oneself the thankfulness to Allah, or to acknowledge the favor that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon us, which deserves thankfulness and gratitude. And another narration which Al-Shaykh in Qasas al-Anbiya, Shaykh al-Qutb al-Din al-Rawandi, one of our great ulama from the 6th Hijri century, he reports in his book Qasas al-Anbiya, the stories of prophets, that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed to Musa alayhi salam, also known as Al-Hadith al-Qudsi. He says, أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا مُوسَى اشْكُرْنِي حَقَّ شُكْرِي فقال ربي كيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي فقال يا موسى شكرتني حق شكري حين علمت أن ذلك مني. So Allah reveals to Moses, peace and blessings be upon him, and peace and blessings be upon our prophet and his purified progeny. He says to him, O Moses, O Musa, thank me with the thanks that is due to me. Thank me in a great way, with thanks and gratitude that is due to me. Moses, or Musa, asks his Lord, he says, O Lord, but how can I thank you with the thanks that are due to you? I can't thank you enough. When every single expression of thanks that I may convey has been bestowed upon me by you. Even when I say thank you, that thank you that I said is also another blessing. Therefore, there's no way to really thank you, O my Lord. Allah subhanahu wa ta'ala replied to Musa. He says, O Musa, you thanked me with the thanks that is due to me when you have acknowledged that it is indeed from me. By you having this mindset and acknowledging in your heart that I cannot be thanked enough, that in itself is acknowledgement, and that it is sufficient in the eyes of Allah as a way of thanking Him. So this is the first level of showing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, is to acknowledge and admit with our hearts the thankfulness and the gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala. The second level is to thank Allah subhanahu wa ta'ala with our tongues, to verbally express it by saying shukran lillah, by reciting the supplications or the munajayat. One of the great munajayat by Zainul Abidin alayhi salam is known by munajatu shakirin, the whispers of the thankful. Our Imam expresses beautifully the words of gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala. You can thank Allah subhanahu wa ta'ala in your own way and in your own language. It does not have to be in the Arabic language. You can say to Allah, thank you, in any language. Highly recommended after performing salah, we do what's called sajdatay shukr or sujood al-shukr. Just one prostration in which you say, shukran lillah. You repeat that 3 times and that will be sufficient. This is the second level of showing gratitude. The third level of gratitude, which is very important, I will discuss inshaAllah in the next sermon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad, ali Muhammad. Allahumma salli ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على نبيك الخاتم الصادق الأمين وعلى وصيه أمير المؤمنين وعلى بضعته الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين
وصل على التسعة المعصومين من ذرية الحسين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف الهادي المهدي صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. We talked in the first sermon and we highlighted the importance of gratitude and showing gratitude and offering gratitude towards our beloved and mighty Lord. And we said that in order to show and offer our gratitude, there are three levels. The first level is to thank Allah subhanahu wa ta'ala by acknowledging His bounties and blessings. And the second is to acknowledge, and the second is to verbally express the gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The third level of offering gratitude towards our beloved and mighty Lord is to employ the limbs that He has bestowed upon us, that He has given us, the energy that He has given us, the powers that He has given us, any blessing that He has bestowed upon us, to employ all of it in His obedience and service. A hadith that is reported in Al-Kafi by a Shaykh Al-Kulayni, that our Imam As-Sadiq, peace and blessings be upon him, had said, شكر النعمة اجتناب المحارم. He says, thanksgiving for a bounty is accomplished through avoidance of prohibited acts. This is by employing our limbs in obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the third level and most important level of gratitude. And the verse that we started with, Allah subhanahu wa ta'ala instructs us to ask Him for, to thank Him and to say, وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. The real way of thanking Allah is to do righteous deeds. أَنْ تَعْمَلَ صَالِحًا أَرْضَاهُ. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات. إنك قاضي الحاجات مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أفضل الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة. Sayyid Muntadhar, Hussein Uncle, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On this very auspicious occasion of the day of Eid al-Adha, on behalf of the Executive Committee, I would like to take this opportunity to wish you all Eid Mubarak to you and to your families, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that you are all keeping safe and keeping well. I also want to take this opportunity to officially welcome Sayyid Muntadhar to our community
and to Minnesota. As you know, he has taken the step to relocate his family here to Minnesota and has already started working with Anjuman-e Askari and Imam Hussein Center to have some discussions, to have some lectures, and inshallah we look forward to benefiting from his presence more and more over the upcoming weeks and months. And once our centers are inshallah reopened, we look forward to the community building a stronger connection and stronger relationship with Sayyid Muntadhar and his family, and inshallah benefit even more from his presence. In the meantime, Sayyid Muntadhar, welcome to Minnesota, and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to reward you for your sacrifices and for your services to the community, inshallah. Brothers and sisters, earlier this week, we made the difficult decision based on the advice of our healthcare advisors and the ongoing monitoring of the trends with the COVID-19 pandemic to keep our center closed through the first 12 nights of Muharram. This decision was not taken lightly at all, and it's one that we were hoping not to have to make, as we know that as we come towards Muharram, it is a very, very important time for our community to get together and participate in the Azadari as well. However, we are reminded when we look at the advice of Ayatollah Sistani that the sanctity of human life is the most important thing, and we are taking this step in order to protect the safety of our members, inshallah. We ask for your patience during these times, and if you have any questions or concerns, please feel free to contact any member of the executive committee, or you can contact me directly and I'll be happy to share whatever information you may need. In the meantime, we have been working behind the scenes to look at what alternatives there may be to safely host some sort of programming at our center, even if it is not the same as what we are used to. Alhamdulillah, we had the opportunity to work with the local church and visit them last weekend and observe and see the technology that they are using in order to provide drive-in services for their congregation. We have worked with our AV team and with that church to start purchasing some of the equipment, and inshallah, in the upcoming week, we will share more information. We'll start piloting drive-in programs alongside our live stream program so that people have the choice on whether they would like to continue to remain at home or come in and participate in a drive-in setting program in our parking lot from within their cars where they can remain safe but still feel a connection with our reciters and with our center, inshallah. So look out for that information. We're excited to see how that goes, and we look forward to your cooperation in trying to pilot that new programming style, inshallah. We are also mindful of the fact that Eid al-Adha is passing today, and we have not been able to celebrate in the manner that this joyous occasion deserves. However, please look out for information in the upcoming weeks. Before the month of Muharram begins, inshallah, we are looking at organizing a program in our parking lot with social distancing, a drive-in style program, in order to offer some sort of a celebration for our families and for our children to celebrate not only Eid al-Adha but also Eid al-Mubahila and Eid al-Ghadir together as one large celebration. So please look out for that information, and we look forward to your participation in that as well. I know it's a working day, I don't want to take much of your time, so I'll end here. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to protect our community, to protect our brothers and sisters and all of humanity throughout the world from this COVID-19 pandemic. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that this pandemic passes and inshallah we are able to be back together at our centers, inshallah, in the near future. In the meantime, I'd like to thank our AV team and our AV volunteers for the fantastic work that they are doing in offering these online programs and all of the hard work that goes on behind the scenes to make these programs possible during these difficult times. Once again, Eid Mubarak to you and your families, and we pray that you all remain well and remain safe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ميثم. محمد وآل محمد صلوات صل على محمد سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے اور جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے جب حر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے اور جب پوچھا گیا کس کی ضیا سب سے الگ ہے جب پوچھا گیا کس کی ضیا سب سے الگ ہے تو کعبے نے کہا کرب و بلا سب سے الگ ہے کعبے نے کہا کرب و بلا سب سے الگ ہے اور محشر میں ہمیں کر کے الگ رب یہ کہے گا محشر میں ہمیں کر کے الگ رب یہ کہے گا محشر میں ہمیں کر کے الگ رب یہ کہے گا ہاں فاطمہ زہرا کی دعا سب سے الگ ہے ہاں فاطمہ زہرا کی Amen.
السلام عليك يا وارث عاد مصفوت الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد الحبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التكي الرزي الزكي الحادي المحدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الحدى والأروة الوثقى والحجة ولا أحل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موكن، بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سيل وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناس، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبو الفضل عباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقوامهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام، أشهد لك أن نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وضحكت حرمة الإسلام، فنعم الصامر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع والأخي المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غير من الثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني ترس لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين
وتجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني دراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارتي مشاهد أحبائك مفلحا موجها قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أحل التقوى وأحل المغفرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا علي ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسخر الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليك.